أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن شكره وتقديره لأعضاء الشعبة البرلمانية على موقفهم خلال المؤتمر 30 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن القضية الفلسطينية والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. وأكد الغانم أن دولة الكويت من أكثر الدول التزاما بالقضية الفلسطينية. أشكر إخواني أعضاء الشعبة البرلمانية على موقف الكويت في مؤتمر عمان، المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني الدولي، وقد تشرفنا يوم أمس بزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، واستمعنا إلى توجيهات سموه، ولله الحمد كلنا نشعر بفخر بأن دائما مواقف الكويت هي تجسيد وتمثيل لسياسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد ومن سبقه من أمراء الكويت، في أن الكويت هي آخر من يطبع مع الكيان الصهيوني، وهي من أكثر الدول التزاما بهذه القضية الشرعية والقومية والوطنية والإنسانية. بالنسبة لي شخصيا موقف نفتخر فيه، وكذلك الأمر لغالبية أعضاء مجلس الأمة. نشكر كل الأطراف المحلية والعربية والإسلامية والدولية التي أشادت بهذا الموقف، ونحترم أيضا وجهة نظر كل الأطراف المحلية والدولية والعربية التي كانت لها وجهة نظر أخرى، وهذا حقهم. لكن اليوم أود أن ألفت الانتباه إلى شيء يعني فعلا يثلج الصدر في 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 ظل الوضع المأساوي اللي الموجود. والوضع اللي أبي أذكره هو موقف العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. 107 عضو تقدموا برسالة إلى الرئيس ترامب بتاريخ 6 فبراير 2020 فيما يخص صفقة القرن. ماذا قال النواب الأمريكان، مو العرب، مو المسلمين، مو الكويتيين، مو مجلس الأمة الكويتي، الأمريكان ماذا قالوا؟ موجه في 6 فبراير إلى الرئيس، البيت الأبيض، واشنطن دي سي، فخامة الرئيس: نبعث لكم بهذه الرسالة للتعبير عن رفضنا القوي لاقتراح إدارتكم والذي يهدف زعما إلى تعزيز السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. نبعث لكم للتعبير عن رفضنا، كما أننا قلقون من أن جوهر خطتكم وكذلك توقيت صدورها سيؤدي إلى تفاقم الصراع وترسيخه بدلا من حله. هذا الأمريكان. في ديسمبر أقر مجلس النواب الأمريكي القرار رقم 326 بدعم من الحزبين، وقد أشار هذا القرار إلى معارضة الكونغرس للضم أحادي الجانب للضفة الغربية، وأكد معارضة الولايات المتحدة الأمريكية التاريخية لتوسيع المستوطنات، كما أكد مرة أخرى على أن أي خطة سلام قابلة للتطبيق تقترحها الولايات المتحدة يجب أن تشمل دعم حل الدولتين. إن حل الدولتين الحقيقي هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع، والذي يضمن حق تقرير المصير الوطني للفلسطينيين وضمان إسرائيل كدولة آمنة وديمقراطية. هذا مش كلامنا، كلام 107 نائب في الكونغرس الأمريكي. شو يقولون أيضا في كتابهم؟ إلا أن الصفقة العظمى والتي صاغها فريقك على مدى السنوات الثلاث الماضية لا تعد محاولة جادة أو قائمة على حسن النية لإحلال مثل هذا السلام الدائم بين أطراف النزاع. ومما يدعو إلى القلق الشديد هو أن اقتراحكم يمهد الطريق ويكرس الاحتلال الدائم للضفة الغربية. هم محتجين على هذا الأمر، كما ويؤيد الضم أحادي الجانب للمستوطنات الإسرائيلية وكذلك وادي الأردن، في حين أن مقترحكم يستخدم لغة الدولة للفلسطينيين، فهو يعطي أقل بكثير من دولة فعلية حقيقية، بل إنها مجموعة من الجيوب الفلسطينية المنفصلة. إلى آخر الكتاب اللي كتب في 6 فبراير من قبل 107 نائب الكونغرس الأمريكي. أول المقدمين من أندي ليفن من ميشيغان، يمثل ولاية ميشيغان، وهو يهودي على فكرة. وثاني واحد ألين لوينثال، وهو أيضا يهودي، بالإضافة إلى 107. فإذا كان الأمريكان ومنهم يهود وغير يهود يقومون بتقديم مثل هذه الرسالة، ماذا يفترض أن يكون موقفنا إحنا كعرب، كمسلمين، كناس موجودة في مناصب سنحاسب
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شنو يفترض أن يكون موقفنا؟ شنو يفترض يكون موقفنا إذا كان الكونغرس الأمريكي هذا موقفه؟ بل أزيدكم بعد شيء، خلوا الكونغرس الأمريكي، خلوا روح إلى مجلس العموم البريطاني، المملكة المتحدة 133 عضو كتبوا رسالة احتجاج على صفقة القرن. حفاظا على الوقت سأقرأ الفقرة الأولى بس. معالي بوريس جونسون رئيس الوزراء، رئيس وزراء بريطانيا لندن، معالي الرئيس، نكتب إليكم كمجموعة من البرلمانيين من أحزاب مختلفة للتعبير عن قلقنا الشديد بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أطلق عليها خطة السلام والتي تتعلق بإسرائيل والفلسطينيين. إن الخطة المقدمة في 28 يناير تظهر ازدراء لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي ولا توفر أي أساس واقعي للعودة إلى المفاوضات، وعوضا عن ذلك فإنها ستقلل من احتمالية السلام وتهدد بتقويض مبدأ أساسي للنظام القانوني الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية وهو حظر الضم والاستيلاء الأقليمي. طبعا الكتاب طويل لكن حفاظا على الوقت أنا فقط أوضح لكم أن 107 نائب في الكونغرس الأمريكي تحركت الدماء في عروقهم، و133 طبعا هم أكثر من ذلك من وقع الكتب، و133 عضو في مجلس العموم البريطاني في البرلمان البريطاني رفضوا هذا الظلم وهذا الجور وعبروا عنه بكتب رسمية موقعة منهم ووجهوها في أمريكا إلى الرئيس ترامب وفي بريطانيا إلى رئيس الوزراء. وبالتالي لا يجوز أن يخرج من يحاول أن يقلل من حجم ردة فعل ظلم يقع على من؟ يقع على أرض مباركة ومقدسات لا تخص الفلسطينيين فقط، تخصنا جميعا وكلنا كعرب وكمسلمين مسائلين عن هذا الأمر، وأيضا أشقاء مسلمين وأيضا عرب مسيحيين يتعرضون للإبادة ويستكثرون علينا. رسالة واضحة وقوية وحازمة، أنا قلتها سابقا وأكررها الآن، نحن في الكويت أبناء الشيخ صباح الأحمد، لا يمكن إلا أن نعبر عن جوهر هذه المدرسة. لذلك كان هذا الموقف هو أضعف الإيمان للتعبير عن مشاعر الغالبية العظمى من الشعوب العربية والإسلامية. حبيت أوضح لكم هذا الأمر، وأيضا حبيت أن أوزع على الصحافة والإعلام نسخ من الكتب التي وجهت من الكونغرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني فقط حتى أدلل على أهمية هذه القضية وحجمها ومدى رفض المجتمع الدولي لها. هذا ما يتعلق بعلاقات بين دولتين أو هذا داخل أمريكا، الرأي الرافض هو أكثر من الرأي القابل. لذلك قلت في كلمتي ووضحتها عن هذا الأمر، وأيضا هي ليست ضد ديانة، أنا ثبت في أن من الموقعين يهود، نحن لسنا ضد أي ديانة سماوية، نحن ضد الصهيونية وما ترتكبه من أفعال شنيعة.